السلام عليكم يا مرحبا بكم معنا في روتين جديد. غادي نشارك معكم الاصدقاء العشيه ديالنا. قبل ما نبداو الاصدقاء ديروا لايك في لي كومونتير، غادي نشوفوا الابطال اللي غادي يبقاو حتى الاخر ديال الفيديو، حيت الابطال ديال القناه هما اللي كيديروا لايك وهما اللي كيديروا كومونتير وهما اللي مابونين. مهم الاصدقاء بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو. مجتهده اختي، فين وصلتي؟ زاد في الرياضيات. شوفي الرياضيات كيفاش ردك مشعكه ياكي. ها هي خدامه مسكينه. هذا ديالي. ما اختي سولكش ما كليتوش. هضرنا على هاد الصبيره، حط اختك حداك تونسك هانشا. ناري كيفاش كتقرا حدايا اذا جبت الحدايا. بزاف على الحب. ضياء كانت كبيره فاش كانت صغيره. أرين شو ديك التصويره، كان 11 عام. ماشي العام اللي فات، ولا العام الاول واقيلا، كانت ما عرفتش 12 عام. وبعد السؤال اللي كيقول راسو، علاش جيتي تقرا هنا وماشي في بيتك؟ علاش جيت نقرا هنا؟ حيتاش ماما كتكون هنا وشي مرات كنبغيها تعاوني. لاصقه فيا. نمشي نشوف ضياء شنو كدير. لا سد ماما. نعم نسيت، خاصني شي دروجي. دابا تخرجتي بالدفاتر؟ حتو بس الحال. يلا ما كاينش درت 11. هاجي في مسا شي نجيب الفلوس. يلا طير. فين وصلتي البنت؟ مازال باقي ليا بزاف 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 بزاف. ولكن ماشي مشكل. اوكي نشوفي. ها ها هادوك الحوايج ديال لينا، هادشي لينا اللي حلات، وهاديك الشنطة ديال لينا، هادشي راني كنقرا. ما بغيتوش روينا، راه حنايا كنقراو. ولكن سعداتك معاك لوناسة واخا عاطيك بالظهر. جاي لعندك؟ حيتاش كيبغيني وما كيبغيكمش وكيهرب منكم وكيجي للبيت، حيتاش انا كنكون في البيت. بنيتك وسولناه دابا غنشوف اختي. اجي انت، كتبغي ضياء ولا كتبغيني انا؟ بيني وبينك حتى وحده فينا ما حملناش اختي. فين وصلتي؟ مازال باقي ليا دي زيكزارسيس وبزاف ما يتحفظ. وعندنا الامتحانات من دابا شي جوج ولا ثلاثه ديال السيمانات. ديجا الامتحانات، عاد دابا بدينا قرار. مازال عاقله، اول نهار اللي مشيت للمدرسه وقع لي المشكل، مورها رجعت للدار، مورها عاد مشيت للمدرسه في ماشي. ومازال غادي نزيدك واحد الخبر ولكن ماشي دابا. صافي كما قلت. تسناي شويه. شكون جا؟ السلامه. جبت الدفتر مره اخرى شنو؟ ما تبقايش تنساي. هي باش تكونوا عارفين خرجات وانا كنطلل عليها من السرجم. حاضيه. ما خرجتش بلا ما ماما تطلع عليا. كنطلع عليا. هي جابت الدفاتر. الدفاتر ديالاش؟ واش واحد ديال ديالاش؟ واحد ديال القواعد. واحد ديال الدعم. ديال الدعم. غدا عندك في العشيه ان شاء الله الرياضيات. يلا الله يعاونك. شوف وقتها راه جالسه في الدفتر. الدعم الدعم هو اللي داير لك ضياء. الدعم هو اللي داير لك ضياء بتصويرتها ياكي. يلا علاش جالسه لي فوق فراش؟ باقي لك العربيه. كتابي صحه للاصدقاء ضغط بجري. والحانوت راهي قدامنا اختي. اش دختي؟ حيت كنجري حيت كنخاف. ويلي ويلي وخارجه من البيجامه. ماشي مشكل. ما تلقيتي حتى واحد؟ لا اصلا الحانوت باقي. لا تلقيتي مول الحانوت. ماشي مشكل. صافي مول الحانوت معليش، عارف كبيله اصلا. او ماما سيري بحالك سيري بحالك سيري بحالك. ليلو بقى وحله في لي دوفوار، الحفاضه عندها ياكي. وغادي نوض غدا مع ضياء في الصباح كاين مع الخمسه. المهم غادي نوريكم بالزربه الطريقه ديال القرايه انا وياها. كتحفظ كتبقى تحفظ، كنبقى نعرض انا جمله وهي جمله، او نقرا انا جمله وهي تعرض جمله، حتى كنلقاو راسنا وصلنا للنص ياكي. قولي انت واحد الحاجه اخرى. الماكله حتى بالماكله كنا هكا عمرنا ما غادي نكملوا. هانتوما
هي كتقرا جمله وانا كنقرا جمله حتى حداها كويز الماء في الاخر فاش كتسالي كتلقى راسها هي كملات هذاك النص اللي كانت خاصها تحفظ وكنلقى راسي حتى انا في الاخر حفظت معها حيت افورس ديال اني كنقرا معها كنحفظ معها ياكي يلا كملي المهم راه مزال كتخدم ما عرفتش تقول لي عافاكم واش نتوما بحالنا عندكم بزاف ديال لي دوفار اصدقاء مازال باقي هادشي كامل المهم جوج ديال السبوع بحال هكا غادي تقرا دابا وغادي ترجع تنوض في الصباح بكري شي شويش ضروري باش تراجعي ما كرهش مثلا ممكن غير تاخذ الورقه وتاكلو بس تقول الاستاذه ما لقيتيهاش كسوله وغبيه ولا تاكلنا مرها كلشي دخل دابا دونك خاصني نقاد راسي باش نمشي للناس حيت ديجا صافي قاد سيت انا لي دوفوار كنغسل وجهي بهذا ضروري شي مرات في الصباح ولكن ضروري انني نقادو في الليل نفعاتك هادي لي ماما دارت لي عطات لي في هذاك الفيديو شريت لي شريتها لك ماشي حيتاش بغيت باش تبعدي لي منه ديالك المهم اصلا هذه كيوت حسن من ديالك ماما و ماما صافي هذاك باش نقيو دابا هذا ضروري كتغسلي به خاصك تفهمي انا ضروري كتغسلي به كل نهار كل نهار علاش باش نقي وجهي من هذاك التراب كاع داك اللي كيكون في الصباح نعم بعدا باش ما يخرجلكش الحبوب دونك صافي غادي نغسل وجهي وغادي نغسل سناني كترطبي وجهك ضروري وهادي ماشي وسخه هادي خبشه باش كراميل صاحبي انا قصتي انتينا وجهك بشي حاجه لا كراميل جا ونقز عليا يلا اختي جيت غنمو انا واقفه حتى هو جا دق اريدك كوراج بوم المهم انا بعدا خاصني نجمع هادشي حيت صافي ساليت المأساس سنتينا ساليتي واخيرا المهم انا هذا البيرو كلتي انا هذا هو البيرو ديالي وهذا البيرو ديالي دائما ديالي كيبان حسن ديالك كيكون منظم نقول الحقيقة لينا وقيلا حيت ديالي كنلعب فيه واخا البوبيت ديما حاضر ياكي بنتي شفت كتكتبي في هذيك ديال لي نوت شنو كاتبه هنايا كانت باغي واحد الاجوبه ديال واحد دي كيسيون ولكن مثلا كنكتب بهم حتى اذا مثلا كان شي حاجه خاصني ندير وكنحطها هنايا هاد وانا عاد كتبت وانا عاد كتبت على نهار الاثنين على حساب لاندي ماتا عندي فرونسي ولاندي سوار عندي اراب مات هادي غادي دائما نخليها في الفريميدي و الثلاث ولا الاربع والخميس والجمعه والسبت الاحد غادي نحيد المهم واخا هكاك واخا انا سايس دوفوار واخا هكاك غدا غادي نوض بكري دابا واحد السؤال نو حيت كاين واحد الحاجه انا غادي نعس هي انه مثلا غير كنوض مع هذيك مع هذيك 8 قل شي حاجه كنمشي للقسم وانا عيانة غير كنوض مع الخمسة ما كتوصل للثمانية حتى كنكون راني مواقدة لينا ما هي لينا ما هي بشوية عليها وهي نعسة فايقة انا كنوض ماشا بالنشاط مواكلة الحمد لله كنمشي كنوضكم كنلقى انا كنكون واعره غير لي الاشاره انه شنو راكم كتعطلوني حنا اللي كنعطلوك ودائما كتنوضي انتينا قبل مني قبل من اختك تبارك الله عليك واحد الحاجه هي انه ماما انا كنوض كنقاد راسي موراها انا كنقاد لينا ماما كتنوض كتلبس كتسدينا صافي كتنوض كتلبس كتسدينا عارفه علاش باش نرجعو انديبوندون هاكا تكوني مسؤوله ولكن كلشي عندك تقريبا واجد ياب انا مسؤوله في الماكله شوفوا شنو كدير عرفتي شنو تبعك نوضي تغسلي سنانك مازال ما قلت لكم شنو كنت غنقول لكم اجيو نتوما الاصدقاء نعاود لكم طمي ماما ولا خلوني نصور هانتي نجيب لنا هذاك راه معصب ما حملناش كيبغيني عرفتي الا خبسني لا ويلي ضيع حسيوا وجابو كتعدى عليا قدام الكاميرا ضيع لا عافاكي بصح راكي خبشنا شوفي شنو دار لك وجهك مازال كدوري به اجي نقول لكم قررت ليلو اجي هكا باش تباني
قررنا انا والبنات كاملين المهم قررنا انه هذاك البيت ما يبقاش هو بيتهم، غادي يخرجوا عليا من الدار وغادي نرتاح واخيرا غادي نقدر نعيش بلا بنات. غادي نمشيو لهذا البيت اللي هنايا، بغينا نسقسوكم غادي نمشيو لهذا البيت هذا، يمكن هذا البيت ما عمرني ما صورته لكم، غادي نصور لكم فيديوهات فيه برينك. زيد بنتي باش تبان غادي نصور لكم فيه وغادي تقولوا لي الراي ديالكم. قررنا انه البيرو غير رجع لا شومبر اكوشي ديالي والبيت البنات غناخذو حنا والبنيتات غادي يرجعوا لهنايا. الحاجه اللي مزيانه هي انا هذا الشيء بغيت نقول لكم البنات عارفينه، ولكن بغيت نقول لكم باللي فقتاش من غدا غادي نبدا في هذا الشيء هذا وان شاء الله غادي يمكن غادي نمشي اما غنمشي لكازا اما غادي نكوموندي. واخيرا ناموسيات ديالهم كل وحده بنوي ميسيتها، هذه ما كانوش عارفينها ياكي ضياء شحال هذه وهي باغا تنعس بوحديتها بعد كاع ما نعس وهي كتقول لي كتحركي بزاف وهادي وهذا وهذا حيت هي كبرت على هذيك الناموسيه. والحاجه اللي كانت مكزاني هو انه انا باغا نمشي لايكيا وايكيا راكم عارفين كاسا وكذا، دابا عندي لي باس فاكسينال نمشي فين ما بغيت. صافي هذا هو الخبر. كنت غادي ندير لكم الروم تور ولكن ملي كاين هذا الشيء هذا دونك غادي يكون واحد لو شانجمون راديكال. ماما طلعت وما ديتيهاش فيا. بغيت نقول لكم باللي في الاول غادي نهز داكشي كما هو وغادي نجيبو لهنايا اون اتوندون نمشي لكازا، ما عرفناش وقتاش غنمشيو لكازا. خبر واحد اخر اللي عاد تقرر عاد دابا يلا عاين مازال جديد هو اللي عاش. بغيت نقول لكم جيت لهنايا حيت كرامي صدانا غادي نسافروا ان شاء الله في العطله، مازال ما قررناش فين ولكن قلنا غادي نسافروا ان شاء الله يا ربي كنتمنى، مازال ما قررناش فين. ديري مشينا للرباط ولكن مشينا غزو هذيك كانت مازال صغيره بداتك هادي عندها واحد الفكره ديال باغا تمشي للرباط لحديقه الحيوانات، ولا مشينا للرباط غادي نجلسوا غير نباتوا نهير. ومهم حنا ماشي مع تيسير الله ولكن غادي نمشيو في العطله وغادي نديرو حتى حنا معكم زعما هكا لي فلوغ وداكشي باش غادي نتوانسو. يلا خصي من مشينا للرباط خاصنا ضروري ندوزو ليه زو هادي كانت عند انو ضياء ضياء قالت لك غادي تبقى فايقه نو نو الى لينا الى لينا قالت لي انها هي غادي تنوض مع الخمسه دونك انا غادي مع الخمسة ونص انا غادي نوض قبل منها ما كاينش الا هي قالت الا كانت هي غادي تنوض وحده اللي انا غادي نبقى نغدا الليله كامله. دابا انت عندي شكون اللي غادي تفيق قبل من الاخرى؟ مزيانه اللي فقت عفاكم تسخن المسمن دير لنا ما نفطروا. انا هذا تشالنج عجبني حيتاش انا غادي نرتاح. اصدقاء شكرا بزاف حيتاش بقيتوا في الفيديو. هاد الهبيلات غيمشيو ينعسوا شوفوا التقصر اللي جبدات مثل البيجاما ودادية هذا النهار لابسه الاحمر. الاصدقاء اسمحوا لنا على الشاكوكات اتس اوكي كلشي في الاخر النهار كيتشاكك. ودابا سمعك راه ما بغيتش يخرج لنا من البيت نشوف شنو كاين كدار. يلا المهم الاصدقاء شكرا بزاف ليكم لايك عفاكم ديروا لايك باش كاع ما الكامل يبقى كيعطسنا ونخلص من هاد الدار وبارطاج واتابوناو على انستغرام تيك توك فيسبوك كلشي غادي تلقاوه في صندوق الوصف. الاصدقاء شكرا في راه صندوق الوصف شراجه تبقاو على خير و سلامه.